انا كندافع على اي حاجه وكنشجع على اي حاجه طبيعيه، ما كاينش احسن من طبيعي لا بالنسبه للام او الطفل، فهي الصالح الاثنين يعني. ونقدر نقول لك ان الرضاعه الطبيعيه ساعدت بزاف في نقص الوزن، ولحد الساعه والله ما درت شي حاجه، غير نقص من الماكله وال يعني والمشي. كندير لا مارش بزاف حاليا، هي اللي متكل عليه، لانني يعني معروف في الفتره الاولى المراه ما يمكنش لها دير سبور يعني تفاديا لاي حاجه يعني سلبيه، فالمشي المشي المشي ونقص الاكل.